الذي بوأته المرتبة الثانية الصعيد الوطني، وهي سابقة من نولها في الإقليم بعد جائزة المردودية لسنة 2008 من مرة جولة المردودية. نذكر بأن أعضاء الائتلاف لهذه المبادرة يعني الجودة، مباراة الجودة تم تفعيلها سنة 2007 في إطار برنامج كناك، بروغرام ناسيونال داسيونس كاليتي، الذي تم إسائه وتفعيله من طرف وزارة الصحة، والغاية منه هو الرفع من مستوى التنافسية بين المستشفيات، والرفع أيضا من مستوى الجودة والرعاية الطبية والتمريضية للمريض وذويه، والوصول إلى أعلى رضا لديه ساتيسفاكسيون من خلال استمرارية وديمومة قياس الأداء والجودة للوصول إلى التحسين المستمر والحصول على نتائج أفضل. حصول المركز الاستشفائي الحسن الأول بتزنيد، مستشفى الحسن الأول بتزنيد على المرتبة الثانية لم يكن وليد الصدفة، بل تأتى من خلال العمل المتواصل والدؤوب والمتداخل بين المصالح والوحدات المركز، ومن خلال التواصل الأفقي والعمودي بين جميع الأقسام الطبية والإدارية، وكذلك التضحية التي يقوم بها كافة الأطر والعاملين في سبيل خدمة الساكنة وكذلك الساكنة. إذا إيماناً منا، إيماناً من المستشفى الحسن الأول بتزنيد وحرصه الدائم على الجودة، حصلنا على هذه الجائزة، ولا توقوا لاحقاً إلى الحصول على الاعتمادية الوطنية لاكريديتاسيون التي انخرطنا فيها تحديدا في 25 من شهر شتنبر 2015، وكذلك العمل على ورش كبير وهو المشروع المؤسساتي للمركز الاستشفائي بروجي ديتابليسمون اوسبيتالي. وفي الاثناء اسمحوا لي ان امر الى عرض بسيط عن اهم الانجازات بالمستشفى الاقليمي حسن الاول بتزنيد. أول ما سأبدأ هو تقديم المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيد بمناسبة الحصول على الجائزة الثانية الوطنية للأداء الاستشفائي من فئة المستشفيات المصنفة بين 120 و 240 سرير. المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيد يتكون من مستشفيين، مستشفى الحسن الأول بتزنيد ومستشفى حمام فؤاد. تاريخ الإنشاء مستشفى الحسن الأول بتزنيد العود سنة 1981، بينما مستشفى حمام فؤاد سنة 1940. نوع المستشفى، مستشفى الحسن الأول بتزنيد هو مستشفى متعدد التخصصات، بينما مستشفى حمام فؤاد هو مستشفى متخصص في الأمراض النفسية والجهاز التنفسي. الطاقة الاستيعابية للمستشفى الحسن الأول هو 230 سرير، بينما مستشفى حمام فؤاد 72 سرير. في مستشفى الحسن الأول بتزنيد يتكون من مصالح وأقسام ووحدات. هذا التفعيل، هذا الأورغانيغرام، هذا التقسيم هو انطلاقا من لو ريغلومون انتيريور دو زوبيتوز، كثير القانون الداخلي للمستشفيات اللي تم يعني خروجه في الجلدة الرسمية سنة 2011. دونك كان هناك تروا سيرفيس، مصالح، مصلحة الدخول والاستقبال، مصلحة المستعجلات، ومصلحة صيدلية المستشفى. وهناك أقسام، أربعة أقسام: قسم الطب التقني فيه وحدة أشعة، وحدة المختبر، ووحدة التوعية الطبي، وبنك الدم. بينما قسم الجراحة يتكون من وحدة النعاش، وحدة الجراحة، والمركب الجراحي المركزي. بالنسبة لقسم الأم والطفولة فإنه من وحدتين، وحدة الولادة ووحدة طب الأطفال. بالنسبة لقسم الطب العام تكون من وحدة الطب العام، وحدة أمراض الكلى وتصفية الدم، وحدة طب الشغل، ووحدة الطب النفسي، ومركز التشخيص الطبي سونتر دو ديغنوستيك. مجموع الأسرار كما هو مبين 230 سرير. بالنسبة للبنية والمعدات الطبية التي توفر عليها المركز الاقليمي بتزنيد،
بالنسبة للمركب الجراحي، هناك ثلاثة مركبات جراحية. هناك المركب الجراحي المركزي بلوك أوبيراتوار سنترال، يضم عدد من القاعات بما فيها قاعة المستعجلات، جراحة المستعجلة، قاعة الجراحة المبرمجة بروغرامي، جراحة العظام تروماتو، وجراحة الصغرى سجل الابتيتولوجي. بالنسبة للولادة، بالنسبة للولادة هناك قاعة لجراحة قاعتين مخصصتين لجراحة الولادة، وبالنسبة للعيون هناك قاعة خاصة بجراحة العيون. في المجموع هناك سبع قاعات للجراحة. بالنسبة للتصوير الطبي، بالنسبة للمعدات الطبية هناك الاسكانير المسح الضوئي، التصوير بالصدر إيكوغرافي، هناك سبعة إيكوغرافي، تصوير الفتي ماموغرافي واحدة، جهاز التصوير بالأشعة السينية ثلاثة، جهاز متنقل التصوير بالأشعة السينية واحدة، أمبليفيكاتور دو بريونس واحدة، ريتروكار بلس امبريمون واحدة، نميريزور واحد. بالنسبة للتحاليل الطبية، المعدات المتوفرة في قسم المختبر هي اوتومات ديماتولوجي ثلاثة، اوتومات دو بيشين اثنان، اوتومات ديموستاز اثنان. بالنسبة لمركز تصفية الدم فيتوفر على 23 آلة لتصفية الدم. بالنسبة للموارد البشرية يتوفر عليها مستشفى الحسن الأول بتزنين، وكذلك مستشفى حمام فواكي. فالأطر الطبية هناك 41 إطارا طبيا في مستشفى الحسن الأول بتزنين، واحد بمستشفى حمام فواكي. بالنسبة للأطر الشبه الطبية مريضون 141 في مستشفى الحسن الأول، و10 في مستشفى حمام فواكي. أطر إدارية 25 في مستشفى الحسن الأول بتزنين. الأطر التقنية 17 في مستشفى الحسن الأول بتزنين، و3 في مستشفى حمام فواكي. الموارد البشرية الطبية بالنسبة للأطباء العموميون هناك 6، بالنسبة للأطباء الصيدليون فارماسيان 2، طب النساء والتوليد نتوفر على 2، طب العظام 2، الجراحة العامة 2، طب القلب 1، طب الأشعة 3، طب الأنف والأذن والحنجرة 2، طب جراحة الأطفال 1، طب الغدد وذات السكري 1، طب الشغل 1، طب الأمراض الجلدية والتناسلية 1، طب الجهاز الهضمي 2، الطب الباطني 1، طب الكلي 2، طب الجهاز العصبي 1، طب الأطفال 2، طب الإنعاش والتخدير 2، الطب النفسي 2، طب الجهاز البولي 1، طب البيولوجي 1، طب العيون 2، وطب الجهاز التنفسي 1. بالنسبة للممرضون حسب التخصص، الممرضون التابعون لقطب العلاجات التمريضية هناك 4، الممرضون متعددو التخصصات 42، الممرضون المساعدون 28، الممرضون التخدير والإنعاش 16، ممرضو الطب النفسي 14، الممرضات المولدات 12، الممرضات القابلات 2، تقنيو الأشعة 3، تقنيو المختبر 5، المعدون الصيدليون 3، تقنيو الترميم 4، تقنيو الحمية والتغذية 2، تقنيو الصيانة 1، تقنيو الإحصاء 1، تقنيو النظافة والبيئة 2، والمساعدون الاجتماعيون 3. المجموع بالنسبة للموارد البشرية الإدارية، بالنسبة للموظفين الإداريون التقنيون هناك 12 تقنيا، المتصرفون 10، الملحقون إداريون 1، مهندس الدولة 2. الأعوان العموميون والأعوان التقنيون، بالنسبة للأعوان العموميون 4، والملحقون التقنيون 13. بالنسبة لوسائل النقل والتنقل التي يوفر عليها المركز الاستشفائي الحسن الأول بتزنيد، فهي عبارة عن سيارات إسعاف، هي 5 سيارات إسعاف وسيارة نفعية.
for you. بالنسبة للملخص النشاط الاستشفائي بين 2013 و2015، هنا نلاحظ من خلال هذا المنحنى أنه هناك تطور ملحوظ من عدد المرضى المستشفيين بمستشفى الحسن الأول بالتزنين، يعني هوسبيتاليزاسيون دي باسون بين 2013 و2015 كان 12,603 في 2013، بينما في 2015 20,716. هذا يدل على أنه كان يسكن أتراكتيفيتي